عيد ميلاد سعيد أولي فاون. تبارك الله على السي فينوس، صحتك أسيدي. صباح الخير عليكم. أهلا يا سيدي في حدا شجرة أرض كورو، وأنا يتبان لكم من فوق مع مجموعة الدراري راه ناشطين فوق. صبرت علينا كاملين وكاين البرد، واخا ما كاينش الثلج ولكن السميح اللي راه كاين. أو معنا واحد المشاركة شي جنة. الله يبارك فوالا ما كيداتش هي بعدا. تبارك الله عليه، دوزنا معاه وقت زوينه، ما كنعرفو ما كيعرفنا. الله يعطيه الخير، كنشكرك. الله يبارك فيك. واش ربع عليا ما خليني كاع نهضر. كيف ما كتشوفوا تبارك الله تبارك الله تبارك الله، كاين هنا واحد الغابة تبارك الله على دخلتي ليها تجلى فيها. ما تعرفش مازال فين كاين نتايا. السلام عليكم. هذيك اللي عندي ها هو ها هو. صوري صوري انت. احنا وصلنا لمنابع ام ربيع تبارك الله علينا مع ليكيب. اهلا مرحبا بكم في منابع ام ربيع. جميع المنابع اللي كاينه في ام ربيع راه كتكون في هذه البلاصه اللي جايه من الفوق، والفوق كاين واحد الشلال كيمشيو ليه الناس حتى هو كيتصوروا فيه، كاين الفوق وهنا كيتلاقاو هاد الوديان. السلام عليكم مرحبا. كيفما كتشوفوا عيون من الربيع، حنا هنايا خاوي تبارك الله. كيس مازال جا حنا وقيلا باقي اللي جينا، الا ما كاينش عندو داك الفوق
ملي كيكون هنا خاوي كتاخذ راحتك كتصور على خاطرك، ما كاينش داك الجيرونجمون ديال الناس هذا جايز هذا غادي. المهم تبارك الله عليكم، خليكم معنا انا جاكي ما يتشد ان شاء الله. دريت مجموعة على سابقيني اللي طاحت بهم، صعيب انك توازن بين جوج ديال المهمات. من هنا خصك تقيدي الجروب توريهم فين غاديين، امتى غادي يرجعو، توريهم الطريق. المهم تبقى تبدا معاهم وفي نفس الوقت انك تطلق الخرجة وتصور الفلوق ديالك. يكون صعيب شوية ولكن حنايا غادي نحاولو ما أمكن ناخدو شوية شوية من هنا. حنا كاينين بعدا مراحل، كيبانو البلاك فيهم مراحل، نعيدو من أتمينة جوج دراهم مثلا كيكون من الفوق. وهنا كاين بلاصة بالنسبة لي جاي لهنايا باغي يطونطي، كاين هنايا البلايص فين كيطونطيو بالمقابل كتاوى معاه 10 دراهم 20 درهم لا طونط على حساب الماكله. راه كاينه حتى هي اجا لهنا كيضمون ديال الماكله باش يطيبوا لك الطاجين ديالك بما تجيب الجوله ديالك بما كيوجد الغدا. وتبارك الله عليكم وتبارك الله، هنا نسبه المياه راه عاليه فوالا، الفوق كاينين الجبال ما شاء الله. هنا هاد الطريق كتأدي للشلال اللي كاين الفوق اللي بغا يدير ليه الزيارة، هاد البلاصة كتأدي لواحد المغارة كاينة هنايا. إيه مرحبا بكم في عيوني أم الربيع، بادروا بزيارتي هاديك مغارتكم. هاد البلاصة هادي واعرة، كاين واحد الجسر صغيور هدا عنديت من فوق منو بكل طلاقة، وعنديت هنايا اوبسا فوالا. هادو هما الشباب اللي جاو معنا في الرحلة، وصلوا هاد الجسر هذا اللي جيتو منو. كاين اللي غادي يجي صعيب كاين اللي يجي سهل. علي الشباب علي يلا البنات فوالا الشلال كاين الفوق يلا فوالا. هادي هي البلاصة اللي كتبان صعيبة حنا وصلناها. تبارك الله على السي يوسف هو اللي مجوز لينا الناس، تبارك الله عليه فوالا. هاد الناس سهل سهل هاد التيق هادا اللي مزري فوالا. هاد السيدة كانت خايفة ولكن دابا دات كما شفتو. بعد ما دزنا من ديك الطريق الواعرة والساهلة فوالا، هدا هو الشلال ديال منابيع أم الربيع لي جا منابيع أم الربيع. هدا راه مخبين إمام خالف الطريق، يقدر كاع ميوصلو، يقدر يجي تا لحدا داك حتى ديك القنطرة ويدور تمايا ويرجع. كي راه البلاصة هنا صعيبة شوية، فيها واحد الجسر لي كتجوي إلا برد إلا سلبا راه ممكن ما تجيش من هنا. لي كان كيخاطر يقدر تجي صعيبة داك الجسر يزيد منو. المهم هاد الشلال المهم هنا كيجيني هنايا حتى هو، راه من هنا جاي الماء، وماشي غير هاد الماء، جميع هاد البلايص الجبل فيه بزاف ديال المنابع كيعطيو داك الشلال الكبير، وكيبان لك الماء تحت كثير بزاف. يلاه تبارك الله عليكم وخليكم معنا. هذا هو الجسر اللي قلت لكم انه كيكون كاين اللي كيجي صعيب بالنسبة للبنات والعيالات تما هنايا راه فوالا. تقدر تجيو بوحدكم، هاهما معنا هاد الخوافات هادي خوافات تنير كابيك تنير كابيك ودوز يلا اوف امشي نعاون اموك الله يطيح ليا شي واحد في الماء.
شفتو الجسم هوبلا شفتو الجسم شحال ساهل خصك تكون عندك واحد الثقة في النفس وتجيز دغيا ومنقص غادي وكتلوى وانت خايف زعيم وكنكم يلاه سي تبارك الله عليكم نمشي معاكم دغيا خفان زربان حاجة مرحبا اوف نوري المشاهدين ديالنا نوريو المغارة مرحبا بزوارينا الكرام هنا مغارة تطوين فوالا باش عرفتي تسلمي دونا على ديسك ما المغارة اللي معروفة في أم ربيعية هادي بالنسبة للدخلة شحال مازال الدخلة خمسة بالنسبة للثمن اللي داري الدخلة خمسة دراهم تبغي ندير واحد الزيارة خفيفة اوب راه باينة مغارة شوية هي كتبان صعيبة في الدخلة ديالها بالنسبة اللي الفوبيا ديال البلاصة الضيقة راه تجي صعيبة ولكن تجربة مزيانة اللي تعس عليهم الاستغوار السلام عليكم أهلا وسهلا كيف كتحبوا؟ المنظر يا سلام ودي أروع المنظر يا أخي بارك الله طلع علينا اوني شو اوني اون فورم يا سلام هاد البلاصه كتستحق الزياره زعما يا سلام فوالا البلاصه يا سلام سي سعيد تبارك الله عليك او سي سعيد ماشي كاع بان معنا سي سعيد او سي احلى قفاه غواد كلشي على هاد السيد راه دا هو اللي صافي نمشي اللي جابنا ان شاء الله شي بور ديالنا تبارك الله عليك احي غي دابا كنا صافي نمشي ياك بعدا كنا كنا رمز البديره ياك بعدا ملي كنصبر ديما كان معقول ياك واه عزيزي ولا شوفي ولا شوفي كيف تعمر الفرق بارك الله قال لي سيدي كاش بحال هذا خاصك الى بيت عمرو خاصك كيلو ديال الرمان باش يعطيك عصير كامل الرمان الرمان هذاك الدنيا الرمان الوحيد بارك الله علينا مرحبا بك جيت انت السلام عليكم الاخوان مرحبا بكم في مجموعه دريم ستاف للرحلات وكنتمناو تكونوا معنا في رحلات اخرين وشكرا بارك الله عليك السي سميت المنشط ديالنا سيدي من اكادير مرحبا ياك كدير شي حاجه ديال التنشيط شنو عندكم شنو مرافقات النشيط تقام مراكشيه تقام مراكشيه اللي بغاكم فين يلقاكم تيكي وين تيكي وين بارك الله عليكم اسيدي يلا مرحبا جنيت يا سيدي كلي ها جنيت ايش ذا اكادير اكادير انا كيف نعرف السبع جرت ايش مليح الله بالمناسبة السيد راه خدينا عنده واحد كويس ديال عصير ديال الرمان يا سلام يا سلام بدق ديال وراه زعما الرمان معاه كيعصروا هكا كديري كيبقى فيه شويه ديال الحروريه ديالو اللي كتعطي واحد لوكو مزيان الواحد الا جا هنايا بغى الغديوه ديالو راه كاين فين يتغدى في البلاصه مجلسه تبارك الله ومعاه الديكور هنا فوالا هنايا كيدير واحد المسجات بريده ديال اسردان من هنا قيل جات السميه ديال عين اسردان شوف
هيا ورا غنجيب الديناميك تبارك الله. واو السلام عليكم. خير وسهلا. البلاصه اللي وصلنا ليها دابا هي كما كتشوفوا معايا البلاصه المعروفه عين سرجن. طبيعه الحال عين سرجن. بالمناسبه هنا ما كاينش البرد بزاف، نجوا هنا يا سلام نديروا الجوله ديالنا هنا بعين سرجن مع الشباب ان شاء الله. ومن بعد غادي نشوفوا من بعد غادي نلتحقوا ببلاصه اخرى ولا نلتحقوا بجهه اكادير. كان الوقت نجيو نطرقوا مراكش ما كانش، غادي نمشيو ديريكت لاكادير. واحد الدقيقه تبارك الله. المهم من هنا من هنا هلا مكلين معانا فوالا الشلال. الثاني هذا عندنا كاين الشلال الفوقاني وهذا الاخر الثاني اللي كاين تحت فوالا. غادي معاك هذا فوالا. خليتكم في عين سردون لما تلاقينا في ساعة جمعنا بمراكش هنا ان شاء الله. هذه هي المحطة الأخيرة ديالنا في هذه الرحلة. هذه اللي عجبكم الفيديو ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد في بلاصة جديدة. تبارك الله عليكم.